أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 29، وأنا ولله الحمد مستقيم على دين الله، وسؤالي أن والدي يأخذ دينه أي ربا ويزوجني، هل إذا وافقته على هذا يلحقني إثم رغم أنني أجد نفسي بحاجة ماسة للزواج وأخشى على نفسي من الفتن؟ لا، ما يجوز لك يا أخي توافق على الزواج من الربا، هذا حرام، لا يجوز لك توافق عليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولا يأخذون أموال حرام ويتزوجون بها، حرام لا يجوز. والربا هو أشد المحرمات، لأن الله توعد عليه بأنواع من الوعيد لم يتوعد على غيره في مثلها، فهو أشد المحرمات من المكاسب، لا يجوز استعماله لا في زواج ولا في غيره، بل عليك بالصبر وطلب الرزق الحرفة إلى أن تجد ما تتزوج به. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. عليك بالدعاء وعليك بالصبر وعليك بعمل الأسباب المباحة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.